شو يعني هذا خطاب اليوم بده يقلب الدنيا ويرجعنا لمشاكل. ليش انا الوحيد اللي متوقع انه ما يصيرش شيء اليوم؟ مش عارف. طب متصل في الرئيس امبارح وبلغ، واتصل في الملك رسمي وبلغ. مين؟ ترامب. ايش بلغهم انه ايش؟ انت بتعرف شنو اتصل في الرئيس امبارح؟ لا لا بعرفش، ما تروحش متبع اخبار. جريدة اليوم في اخبار امبارح اتصل فيه وبلغ رسمي انه اليوم في خطاب وراح يعلن، راح يتطرق لهذا الموضوع. راح يعلن ايش؟ القدس عاصمة اسرائيل ونقل السفارة. اعطيني جريدة اليوم. وفي عندنا ريسيفر هون؟ في ريسيفر؟ قصدي لا. ولا ايش هذا التلفزيون شو بيشتغل؟ حاطين له اياه اذا ما نشترك ايش مع اللابتوب او شيء. ما عندناش دش فوق احنا؟ انا معزول عن العالم، لا بشوف جريده ولا بسمع راديو ولا جيبي لي راديو. يعني ما مش معقول انا يعني ابونا بحكي لي عن شيء صاير في البلد ما ايش خبر فيه. اعطيني جريده اشوف. اجلت اذا صار متعدل هاي المشاكل كلها بترجعنا للمربع طبعا. كان خطاب اليوم الساعة 6 كان بطيخ.